مساء الخير مشاهدينا، تحية لكم من وين ما عم بتتابعونا مباشرة عبر شاشة الأو تي في. بننطلق الليلة بحلقة جديدة من برنامج شو إلك وشو عليك، وبدي رحب بضيفتنا موجودة معنا اليوم المحامية بالاستئناف سيدة ليان عاصي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. وأيضا بدي رحب كمان بجو. مساء الخير جو الخير. سأر، يعطيك العافية. مشاهدينا، نحن اليوم رح نكون عم نحكي عن التعاملات المالية بظل تعدد سعر أو أسعار الصرف. يعني مثل ما بنعرف سيدة ليان وجو، يعني صار فيه هيك شوي فوضى بالأسعار بالآونة الأخيرة، والجدير بالذكر أنه يمكن كان فيه شوي تفلت، ما كان فيه رقابة إذا بدكن على هذا الموضوع، وكان المواطن شوي عم بعاني من هذا الموضوع، إن كان بمجال العقود إن كان بالإيجارات وغيرها كتير من المواضيع. أكيد مشاهدينا، نحن قبل ما نتابع حلقتنا رح ذكركم أنه فيكم تكونوا عم تتابعونا مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحة فيسبوك جو سار توكس. جو، يعني الحلقة اليوم مالية قانونية بامتياز. نعم. خبرنا هيك شوي بشكل سريع عن شو رح نكون عم نحكي قبل ما نفوت مع ضيفتنا. نعم، صور ناصر، صور ميرابيل. الحلقة الليلة رح تحكي عن كيف هيدي فوضى تعدد أسعار الصرف عم تأثر على العمليات المالية. العمليات المالية رح نكون نحن أكتر شيء عم نركز على العمليات المالية اللي بتصيب المواطنين، مثل مثلا الرواتب. اليوم نعرف في شركات تدفع رواتب بالدولار النقدي أو الفريش دولار، في شركات بعدها بتدفع باللبناني، وفي شركات بتدفع كمان بالدولار البنكي يلي المعروف بالدولار. كمان رح نحكي شوي عن الإشكاليات اللي عم تصير بعقود الأجار يلي هي معمولة بالعملة الأجنبية. العقود بشكل عام يلي معقودة بالعملة الأجنبية فيها تكون عقدين، ديون المصارف، شركات التأمين، كل العمليات يلي اليوم نحن قبل كنا عاملينها بالعملات الأجنبية وكان سعر الصرف ثابت، ما كان فيها فرق بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية. واليوم بعد ما تدهورت قيمة العملة الوطنية انتقلت هيدي العقود لتصير فيها نوع من مشاكل بعمليات التسديد وقيمة التسديد وقيمة التحويل بين لبناني وأي عملة أجنبية مينلي الدولار. ماتر، اليوم خلينا نبلش من الأول. سعر الصرف يلي هو سعر الصرف يلي بيصدر عن مصرف لبنان، يلي حاليا بعده السعر الوسطي 1507.5، ولكن نحن كلنا بنعرفه بال 1500. هل في اي استثناء على هيدا سعر الصرف؟ في ناس بتقول انه هيدا منه سعر الصرف الرسمي، هيدا سعر صرف محدد قبل مصرف لبنان. مساء الخير لك ولاستاذ جو وللمشاهدين. صار معروف عند العالم كله وبالاوساط الاقتصاديه ولدى الموظفين ولدى جميع المتعاقدين انه سعر الصرف ما بيحدده حاكم مصرف لبنان، وهذا خطأ كان شائع وبطل شائع وعيت له الناس. حاكم مصرف لبنان ليس مناط بصلاحية التحديد. صلاحية تحديد سعر الصرف بتعود لمجلس النواب وفقا لأحكام قانون النقد والتسليف. قانون النقد والتسليف أناط بمجلس النواب. مجلس النواب لليوم ما حدد، أحالة لمجلس الوزراء بوقت عطى مهلة 6 أشهر وما صارت، وهو بيصير قياسا للذهب، وهلا صارت صعبة. يعني صار معلوم انه ال 1005 منه صادر عن سلطة صالحة. حاكم مصرف لبنان صلاحيته بتقتصر ضمن غير صلاحيات، لكن بالنسبة لسعر الصرف بتقتصر على الحفاظ على سلامة النقد. وبيعني هيدا الشيء يعني على انه يوازي بين العرض والطلب. يوازي بين العرض والطلب. اليوم ال 1005 ما بيوازي بين العرض والطلب، منه سعر فعلي، يعني طبعا هو صار فيكسيون على كل الاصعده، واكثريه الناس بلشت تستبعده. هلا لما يكون في نقص بالقانون بالتشريع يلي هو لازم يحدد، بتلجأ عادة للمحاكم. اوكي، اجتهادات لليوم بعد ما صار فيه، ولو صار فيه كثرة قضايا قدام المحاكم، اول شيء بسبب ازمة الكورونا كانت المحاكم مغلقة، وفي يعني بعد القرارات المحاكم ولو صدرت ما فينا ناخد معلقة لليوم، بعدها معلقة لأنه بعدها قدام المرحلة الابتدائية. في عنا 3 مراحل بالمحاكم، بعدها قدام مرحلة البداية وبعدها متضاربة لحد اليوم. وبالتالي ما فينا ناخد فيها على أساس إنها اجتهاد.
غير انه المحاكم بتعتبر حالها ما انا مختصه اصلا تحدد السعر، بتقلك بستبعد هيدا وبستبعد هيدا لانه بشكل غبن لهالفريق، بشكل اثراء غير مشروع للفريق الاخر، يعني تعتبر حالها مش مسؤوله هي انه تكون عم بتحدد كمحكم 100%. نعم. وهيدا شيء يعني بمحله القانون السليم. نعم. وغير انه تضارب الاحكام منا صادرة عن محكمة التمييز يلي يعتد فيها كاجتهاد. نعم. وبالتالي بعدنا بالفوضى، ولكن عمليا الدولة أقرت بأنه 1500 ما بقى سعر صرف، حطت لك الدولار الجمركي، حطت لك بالموازنة الجديدة بنسمع 10,000، حكينا بالحلقة السابقة عن الضرائب كيف رح تستوفى، كيف رح يحاولوا من الدولار، يعني على كذا محل أقرت بعدم صحته. حتى ماتر اليوم الحاكم مصر لبنان عم يطلب أنه تندفع رواتب القضاة على أساس دولار ل 8,000. طيب هذا يعني اليوم غير سعر صيرفة يلي عنده إياه مصرف لبنان، عنده سعر 8,000 كان على أساس للصحوبات ولا تعامل مودع يلي هو زبون مع مصرف فقط بموافقة الفريقين. هلأ عم ينقال أنه برك القضاة نعطيهم رواتبهم على أساس 8,000، يعني صارت استنسابية، يعني ما بدنا ندخل بالسياسة شو الأسباب. سلكتف هي فيها نسميها. هلأ اليوم انطلقنا من نقطة أنه استبعدنا الـ 1005، في استثناءات كل شيء بيصدر بقانون، هون صار في صلاحية، صار في وضوح. عندك الدولار الطلابي بعده على 1500، 10,000 العالم صار تعرف كيفية. لما الدائن هو بدينه بيقبل يستوفي الدين أو القرض على 1500، هون بيكون في استثناء لاستبعاد 1005. وعندنا حالة بعد وقت اللي يكون القروض لأنه فيها المصلحة العامة بتبدأ برايوريتي لها على المصلحة الفردية. نعم. قروض التجزئة كمان أكدوا لنا أنه بتضلها تندفع على 1005. نعم. مع تحفظ الشديد على هيدي النقطة. أنا أنه القروض التجزئة يعني ما هي أموال المودعين بالنهاية. نعم. اللي راحت للقروض، بس ما رح نفوت بهالموضوع. نعم. طيب سيدة ريان، اليوم هل نحن حاليا تحت تأثير قوة قاهرة بالوضع الحالي وبظل هيدا الأزمة الاقتصادية اللي نحن عم نمر فيها؟ أول شيء بدنا نفرق بين مفهوم القوة القاهرة ومفهوم الظرف الاستثنائي. القوة القاهرة إذا بدك وقت فترة التعبئة فينا نقول كان في قوة قاهرة. القوة القاهرة لاحظها قانون الموجبات والعقود دون ما يعرفها. قال هي بتحل من تنفيذ الموجب. أوكي، هلا إلى شروط حتى موجبات وعقود بدون ما يعرفها، مثل ما قلت بدها تكون لا يمكن توقعها، خارجي عن إرادة الفرقاء. نعم. ولا يمكن تفاديها. وينتج عنها استحالة بالتنفيذ. استحالة فيها تكون كلية أو جزئية، إذا جزئية من وقف تنفيذ العقود جزئيا. نعم. أما الحدث الطارئ هو ما بيعمل استحالة بالتنفيذ ولكن يرهق أحد فريقي العقد. أكيد الفريق اللي أرهق بده يثبت أنه صار عليه ضرر وأنه وأنه حسن النية. أنا بتقدير الشخص اليوم يعني قراءتي للقانون بعتبر أنه نحن اليوم لسنا أمام قوة قاهرة، إنما أمام ظرف استثنائي. وبدليل قانون تعليق المهل اللي صدر بمفعول رجعي منذ 19 تشرين 2019، ضلوا يتمدد. أول شيء صدر بالمادة الأولى بالنسبة للضرائب والرسوم اللي متعلقة بالدولة، بعدين بأحد القوانين الممددة لقلو زادوا بمادة تانية المهل العقدية والقانونية والقضائية. بالتمديدين اللاحقين لقلها قالوا تمددت المادة الأولى وليس المادة التانية. هلأ حسابياً بـ 21 مارس 21 آذار 2021 انتهى مفعول تمديد المهل، وبالتالي يستشف من هيدا الناس أنه لم تعد موجودة القوة القاهرة. حتى آخر مهلة لعمليات تسديد الضرائب انتهت بـ 23/5/2022 يلي هي كانت بقيت. لا بتعرفي الضرائب عندها مهل متلاحقة، مثل ما قلتي حضرتك آخر قانون لتعليق المهل هو القانون 212 يلي صدر ب 21 شهر 1 2021، ومن بعدها
صارت تتلاحق المهل الضريبيه، لو وصلت انه اخر مهل ضريبيه خلص تعليق المهل فيها ب 23/5/2022، وبالتالي بحكم مرور الزمن اعتبرت سنه 2015 ساقطه بمرور الزمن من بعد هذا. يعني هذا كمان بياكد على انه خرجنا من حاله لو اعتبرنا انه هي كوكا. طيب نحن اليوم بنحكي دائما انه العقد شريعه المتعاقدين، ولكن اليوم في عقود ان مضت او تم الاتفاق عليها او تسجلت قبل الازمه الاقتصاديه ومفعوله بيمتد، الأوقات واحد بيمد عقد على 10 سنين مثلا. يعني إذا ماضي عقد بسنة 18 لل 2028 هذا العقد بعده ساري المفعول، وبيكون مفقط فيه كل عمليات التسديد وطريقة التسديد وقيمة التسديد. بالقانون بنقدر أول شيء نعمل عقد بخالف أو ما بيطابق مع قانون الموجبات والعقود، وبتنفترض نعمل هيك عقد، بيقدر اليوم إذا صار نزاع قضائي بيقدر القاضي اليوم يصحح عقد معين؟ بالنسبة لأول شيء، هل ممكن التعاقد على مبادئ بتخالف قانون الموجبات والعقود؟ نعم، في عنا نوعين من القوانين، القوانين العامة والقوانين الخاصة. القوانين العامة ليست جميع أحكامها متعلقة بالانتظام العام. لما تكون الأحكام منا متعلقة بالانتظام العام، ممكن للفرقاء بالرضا المتبادل انه يتفقوا على ما يخالفها، باستثناء اكيد ممنوع الاتفاق على موضوع عقد غير مشروع بالقانون، غير مثلا فيه غبن، فيه اكراه، يعني هيدي المبادئ وحسن النيه اكيد دائما لازم يكون ساري. هلا كمان في اتفاقيات دوليه، اذا العقد بيخضع مطابق للاتفاقيات الدوليه ما في شيء بيمنع انه نخرج عن الموجبات والعقود، بدليل انه في كتير قوانين استثنائيه، قوانين خاصه. القوانين الخاصه بتتغلب على الموجبات والعقود، القوانين الاستثنائيه مثل قانون الاجارات، مثل قانون العمل، قانون خاص، هيدي ممكن تخالف الموجبات والعقود. بس بالنسبه لي انا يمكن قلت تصحيح، بس انا فينا نقول يمكن اعاده توازن 100% اعاده توازن تصحيح التسميتين بتجوز. هو عادة لما يكون ما في قانون بتراتبية للواء، يعني مصادر القوانين، عندك القانون من بعده إذا ما في قانون الاجتهاد. لما يكون في فراغ بالقانون القاضي بده يحكم أكيد، وإلا يعتبر متمنع عن إحقاق الحق. بشو بده يحكم؟ بمبادئ العدالة، بمبادئ الإنصاف، بإزالة الضرر. شغلته للقاضي أصلا من وظائفه إزالة الضرر، حتى لو ما في نص بيحكم انطلاقا من مادة بموجبات العقود بتقلك إزالة الضرر. وهون في نظرية بالفقه موجودة بعدة بلاد بالقوانين، إنما بلبنان منستشفها من القوانين وليست موجودة صراحة. هي نظرية الحوادث الطارئة. الحوادث الطارئة موجودة بعدة قوانين، مثل مثلا واحد وهب شيء وبعدين تبين له إنه عنده ولد ما كان عارف، واحد أعار شغلة بعدين صار بيعوز ممكن يتراجع عنه، قانون اللي رعى انفجار الأربع آب، انفجار البور، قوانين الأجارات الاستثنائية. هيدي دايما بتبين انه المشترى اراد ان ياخذ بنظريه الحوادث الطارئه، استنادا لها النظريه ولا وجوب ازاله الضرر، القاضي طبعا بحق له يعيد التوازن، يحمل الضرر للفريقين. هذا اللي بدي اسالك عنه اليوم. اليوم بهيدي الازمه الاقتصاديه اللي نحن عم نعيشها، وبهال الفرق الكبير يلي صار بين تحديد اسعار العملات بين الدولار المصرفي ودولار السوق السوداء او الدولار الفعلي، ازاله الضرر عن فريق ممكن تلحق ضرر بالفريق الثاني. يعني انا كيف بدي ازيل ضرر ووزعه على فريقين، وهالقد يلي عم يقبض مصرياته صاروا اقل من ما كان هو مفكر. صحيح. ويلي عم يدفع مصر اللي المبلغ اللي بده يدفعه صار اكثر بكثير من ما هو كان عامل حساب او عامل بادجت معين. يعني هون كيف بده يعني الضرر هو امر واقع. اوكي، لا يمكن تفادي الحوادث الطارئه. بتقول لك القاضي بيحكم بالانصاف بهالحاله، ما عم اقول بشيل الضرر عن فريق
وبيحمله للتاني بيقسم الضرر، هذا بسموه الصلح الأوسط. نعم. أوكي، بيقسم الضرر على اتنين، كومبرومي من الجهتين، لأنه الضرر واقع والقوانين بعد ما صدرت، القوانين المراسيم الاشتراعية أقله بعد ما صدرت، في عجلة ملحة، في حالة ملحة، وفي بطء بالتشريع. نعم. فالقاضي في كتر، هلأ عم قلك القرارات عم تكون خفيفة يعني قليلة عددها بالنسبة لكم الهائل من الدعاوى اللي عم تتقدم. هلأ كمان ما فيها تتعمم القرارات اللي بتطلع عن المحاكم على باقي الحالات، لأنه القاضي بصير بينظر بهيدي الحالة بكل كا بار كا، يعني انت وميرابيل صار في نزاع بينكم ما في يتطبق علي وعلى اكس، عرفت انه بكل حالة على حدا بصير يحكم. طيب اليوم الديون يلي كانت معقودة بالعملة الأجنبية، إن كانت ديون بين مصرف وأفراد، وإن كانت ديون بين شركات، بين بعضها شركات تجارية، هيدي الديون كانت بالعملة الأجنبية. اليوم كيف بتتسدد؟ يعني بأي عملة لازم تتسدد الديون يلي أصلا معقودة بالعملة الأجنبية؟ هلأ هون في تضارب بين القوانين وبين النظريات كمان. قانون الموجبات والعقود بيقول تسدد وفق الاتفاق الفرقاء شو اجى بالعقد، وفي اجتهاد بال99 قاسي شوي كان بوقتها، اعتبر انه لما ما يكون في بالعقد عباره او ما يعادله، يعني اتفقوا على كان بوقتها العقد اللي انعرض على محكمه التمييز، يعني مرجع بيكون فرانك افريكان، فرانك افريقي، حكمت بلبنان محكمه التمييز بوجوب تسديد الدين بالفرنك الأفريقي. هلا اليوم تغيرت الحالة، أكيد ما كان في أزمة بالضبط، وعندك مقابل قانون الموجبات والعقود اللي بيقلك بتسدد بتوفي الدين بالزيت أو بمثله، قانون النقد والتسليف بيمنع، صارت العالم كلها بتعرف بيمنع عدم القبول بالعملة الوطنية وحتى بيتلاحق جزائيا. صار مسلم فيه، وخاصة بالحالة اللي نحن فيها اليوم مع أخذ مبدأ الامبريفيز يعني الغير المتوقع، يعني العقود المعقودة مثل ما كنت عم بتقول حضرتك أنه بسنة قبل 2000 وما بعرف قديه وبتمتد لل 2028 بعدها سارية المفعول، بس خلال سريان العقد صار في حالة استثنائية، صار في شيء ما كان متوقع، لذلك بدها تتسدد الديون بغير العملة اللي اتفقوا عليها، والمحكمة بتنظر إذا صار في نزاع، إذا ما صار في تراضي بين الفرقاء على سعر الصرف، يعني صار مسلم فيه إنه منسدد بالليرة، ولكن على أي سعر صرف هون المشكلة بتصير، خلاف على نوع العملة الفرق على أي، على أي كيف سعر بتتحول. يعني أكيد مثل ما قلنا بالأول أنه 1005 استبعدت والمحاكم بلشت تستبعدها شوي شوي، خاصة بالديون التجارية وديون المصارف، لأنه اعتبرت المحاكم أنه التجار ديجا سووا أوضاعهم، يعني صار فيهم يسددوا بالعملة الأجنبية وصار فيهم يسددوا على ريت غير 1005. طيب سيدة ليان، اليوم إذا بدنا نحكي بالوضع الحالي، هل يعتبر من القانون أو ما بعرف، يعني هل يعتبر مسموح انه بهذا الوضع مثلا مصرف معين يكون عم بسدد قيمة وديعة موجودة عنده من خلال تشيك مصرفي مثلا ويسكر او يلغي حساب المودع الموجود عنده؟ يعني التشيك المصرفي اليوم هل هو بعده وسيلة ل إفاء بعده، يعني خصوصا بالقضايا التجارية اذا بدنا نحكي؟ هلأ بالمبدأ تنعرف الوديعة قدام المصارف هي تنزل منزلة القروض، وبالتالي يطبق عليها قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة. بالتالي بيطبق عليها المبدأ اللي حكينا عنه أنه تسدد كما هي أو بمثلها، يعني شيء ذاتها أو مثلها. ولكن البنوك، هلا ما بدنا نتطرق لموضوع الودايع مع احترامنا للنقابة نقيب المحامين اللي بكن له كل الاحترام، مستلم ملف المودعين امام المصارف شخصيا، بس بشكل عام بدي اقول وفي حكم صدر هون بدون ما نعطي رأي، في حكم صدر لرئيسي جدا محترمة وأحكامها دايما يعني بتكون بريسيدنت، الرئيسي منى صالح، أصدرت حكم جريء جدا ضد مصرف سكر حساب أحد العملاء لدي ومثل ما قلت أوفيله الوديعة بموجب شيك، صار في عرض وإيداع، بتعرفوا الإجراءات كيف بتصير،
أبطلت الإيداع، حكمت بعدم صحة الإيداع، وألزمت المصرف بإعادة فتح حسابه لهالشخص، واستندت بحكمة وألزمته بحوالي دولار فريش إلى الخارج، إلى حسابه بالخارج، استندت على مبدأ حاكم مصرف لبنان ما عنده صلاحية يحدد سعر الصرف، وما عنده صلاحية أصلاً أنه يطلع بأي تعميم ملزم للعامة للناس يعني، هو قراراته ملزمة للمصارف فقط. واستندت على مبدأ تاني يعني فعلاً حكم بمحله، أنه بعد قانون الكابيتال كنترول غريب أنه ما صدر لليوم، يعني حملت ذنب أنه ما صدر قانون الكابيتال كنترول لهالمصرف اللي يمكن مظلوم ما بعرف بغض النظر. بالنسبة للشيك بشكل عام، الشيك تعريفه بقانون التجارة 425 بيقول هو ورقة تجارية قابلة للإيفاء. اليوم بحكم الواقع لم يعد قابل للإيفاء، يعني حتى لو كان شيك مصرفي لم يعد قابل للإيفاء، عم تقبضوا على 8000 أنت حطيت وديعتك بالفريش. وبالتالي أحسنت قضاة الأمور المستعجلة بلبنان انه تحكم انه جميع الشيكات لم تعد وسيله ايفاء، خاصه بالديون التجاريه. انا كمان بحب يعني نشكر سعاده نائب المحامين، لانه كمان بيتوجه له اوقات طلب لاذن لبعض المحامين ليكونوا معنا بالحلقه، ولا مره رفض اي طلب. فعلا مشكور على الجهود الجباره اللي عم بيقوم فيها بهالموضوع بالذات. نعم. اليوم ذكرتي حضرتك انه بيصير ايداع. اول شيء هلا هيدا الكيس يلي اتاخد بالنسبه لمصرف، يمكن لانه تسكر الحساب بمحل معين، نعم كان نظر بموقع، كان قرار يعني نظر، بس يمكن ما فينا نعمم انه كل ما حدا نعطى شيك مصرفي بيكون بينقلب فريش وبياخد فيه حكم، وإلا بنكون فينا كل الودايا. لا أكيد، في كمان المصلحة العامة بتتغلب على المصلحة الفردية. صحيح. طيب بعد الإيداع كاتب العدل بعده مقبول؟ يعني هون عم تقولي أنه الإيداع صار بالقلب من يلي عم يسكر حساب، بس أنا بدي أعتبر واحد عم يدفع للتاني وحسن النية ومعتبر أنه هيدا المتوجب عليه، مش عم يقبل منه الدفعة، بس أنه ما عنده بقى حل. هل بعده الإيداع مسموح؟ الإيداع مثل ما حكينا في قوانين ملزمة بتتعلق بالانتظام العام، الإيداع بنص عنه قانون أصول المحاكمات المدنية وأحكامه من الانتظام العام. الإيداع أكيد بعده ساري ولا يمكن مخالفته، وما فيك تستبعد إجراء مثل هيدا. الإيداع بيروح الشخص عند كاتب العدل، بيودع هالمبلغ اللي هو معتبر أنه متوجب عليه. الفريق الثاني بحق له أكيد خلال 48 ساعة أكيد مقيد أنه يبدأ اعتراضه على الإيداع، أنه لا هذا المبلغ منه كافي أو منه مزبوط، أو بيرفضه جزئيا، يعني بيقول هذا جزء من كل، ما بيرفضه كليا، بيقبض المصريات بيقول ولكن هيدا بيتحفظ أنه جزء من كل. بهالحالة الفريق الثاني عنده 10 أيام ليقيم دعوة إثبات صحة الإيداع والعرض والإيداع، والمحاكم بتقرر، محاكم الأساس، إذا كان مزبوط ولا مش مزبوط. هلأ مبرق للذمة مش من تاريخ الإيداع عند كاتب العدل، مبرق للذمة من تاريخ الحكم من قبل محكمة الأساس بصحة الإيداع. عندها بيصير مبرئ للذمة وبتتوقف الفوائد. قبل ما نروح على بريك، بس بالنسبة للأجرات يلي هو بس بشكل مختصر، لأنه بنعرف موضوع الأجرات طويل واستنسابي، وزميلي الأستاذ شربل اللي كان معنا دايما يعني بتعلم منه بموضوع الأجرات، كان ضيفك في الحلقة السابقة. صحيح. اليوم أنا ما بدي أحكي عن عملية مين معه حق، مين عليه حق، مين لازم يدفع، مين مش لازم يدفع، بس لأنه الكل معه حق. صحيح. والكل دائما بقولها أنه ما المستأجر والمؤجر عايشين بنفس البلد، يعني بتطبق عليهم نفس الأزمة الاقتصادية. بس اليوم تنفترض في عقد أجار بالقانون محطوط في قيمة معينة، ولنعتبر باللبناني منقدر بنصه أو بشقفة منه أو قطع عليه سنتين بعد باقي ثلاثة نعدل هوليك السنين ونرفع الأجار فيهم؟ هلا حضرتك عم تحكي عن الإيجارات المعقودة بعد 92، يعني اللي بتسمى الإيجارات الجديدة. نعم. هلا هيدي العقود بتتجدد سنة فسنة. نعم. معروف خلال سريان السنة التعاقدية الممددة ما بحق له. نعم.
ولكن المشكلة واقعيا عم بتصير انه هالمستأجر بخاف وقت اللي تنتهي هيدا السنة وبحق له لانه اجار حر قانون 92 بيقول له انا ما بقى بدي اياك حقه. نعم. فتخوفا من هالموضوع عم بيصير في تسويات رضائية بين المؤجر والمستأجر بما يخدم مصالح الطرفين، انه علي شوي باللي بالليرة اللي بالدولار، اوكي بلا الريت 1005 شيء بيتلاقم مع الاثنين اذا قادرين. نعم. هيدي من بعد ما يكونوا لجأوا للتراضي، اذا ما مشي الحال كاتب عدل مثل ما قلنا اتسترا، يعني بجربوا يلاقوا حل براضي اوسط مثل ما قال جو، يعني هي مشكله انه بتوقع المشكله الاقتصاديه على الطرفين. نحن على كل حال رح نروح لفاصل اعلان صغير واكيد بنرجع نتابع حوارنا، بريك ونرجع. عودة لكم مشاهدينا، برحب فيكم عن جديد بحلقتنا لليلة بشو لك وشو عليك، وبدأ أرجع رحب بضيفتنا عن جديد سيدة ليان عاصي المحامية بالاستئناف. سيدة ليان عاصي أهلا وسهلا فيك عن جديد. عم نحكي اليوم عن مشكلة قديمة جديدة يلي هي مثل ما بنعرف اليوم انه عطول رب العمل بيكون وقع بمشكلة ما انه عارف كيف بده يدفع للموظفين اللي موجودين عنده، وهذا سؤال يطرح اليوم كتير عن اغلب الموظفين. اليوم هل يحق لصاحب العمل انه يكون عم بيدفع الرواتب بشيكات او بحوالات مصرفية او الدفع بالنقد هو الزامي؟ بصراحة قانون العمل ممنوع الدفع بالشيكات، يلزم رب العمل بالتسديد النقدي، ولكن في اتفاقيات دولية موقع عليها لبنان بتجيز الدفع بجيب شيك، وهي الاتفاقيات الدولية مرتبتها أعلى من القانون، سو ما في شيء غير قانوني بهالموضوع. وفي مشروع قانون أصلاً اليوم بالجوارير تعديل قانون العمل رح يسمح بالشيكات. هلا بالوضع الراهن مفروض ينحط شروط، ايه؟ وبالبراكتس موجودة. طبعا كمان بيتخذ بالاعراف، ولكن اتفاقية دولية موقعين عليها بتجيز الدفع بالشيكات. ايه بس بهذا الموضوع كمان حتى يعني شو بدنا بالمرحلة الحالية؟ بالمراحل السابقة عملية التسديد بالشيكات او بالحوالات او بتوطين المعاش هو عنده عملية اثبات اكثر من التسديد النقدي، وما بيخفي اي تهرب ضريبي او تهرب من تسديد اشتراكات الضمان، لانه اليوم عم بيروح الراتب من حسابات الشركه لا حسابات الموظفين ضمن حواله مصرفيه وضمن توطين. وبالعلامه الدوله يعني مؤخرا مش مؤخرا ولكن الدوله بفتره معينه انتقلت ل توطين رواتب موظفي القطاع العام من الأسلاك العسكرية لكل موظفين كل الموظفين القطاع العام، بما أنه رواتب القطاع العام موطنة بالمصارف وتروح بحوالات أكيد القطاع الخاص بيقدر يلحق. أكيد أنا عم بحكي القانون اللي بيرفضها قانون من سنة 64، يعني مشروع التعديل القانون رح يسمح بالشكل. طيب ما زال عم نحكي عن هالموضوع، واليوم صار في كتير ناس بتقبض بالدولار لأنه دولار نقدي لأنه تغيرت قيمة العملة، بس نحن بشكل عام ببلد عملته الوطنية هي الليرة، ضروري أو مسموح أو هل أنه إلزامي صاحب العمل يسدد الرواتب غير باللبناني؟ قانون العمل بيلزم تتسدد باللبناني. نعم. أنا هيك بعرف. نعم. باللبناني، ولكن مع وقتها كانت لحماية الأجر، هلا اليوم تغيرت الاوضاع، حمايه الاجر صار انك تسكر له بالدولار، وعلى مر سنين الاجتهادات سلمت بتسديد بالدولار، ولكن منه الزامي. لا طبعا الالزامي هو الليره. نعم. طب ماتر شو رايك اليوم بقرار هيئه التشريع بوزاره العدل بما يخص الرواتب المدفوعه بالدولار النقدي وتحويلها لليره اللبنانيه؟ شو رايك بهذا الموضوع؟ هلا هون القرار هيئة التشريع اعتبر انه الدولة اقرت بال 1500، وهذا شيء ما هو مزبوط. قلنا بداية انه لا، الدولة استبعدت ال 1500 باستثناء حالات قليلة معدودة. انا بغالط هيئة التشريع بوزارة العدل، اولا لانه ما بقى ال 1500 ساري، ثانيا لانه هيدي جريمة بحق على صعيد ثلاث أصعدة، يعني تجاه الضمان جريمة، الضمان مؤسسة ما فينا نأفلسها. هل الدولة قادرة تلاقي بديل عن الضمان؟ هيدي شغلة. تاني شغلة، هل بيعني هيدا الشيء انه تعويض نهاية الخدمة يلي مدير عام الضمان صار له كذا سنة عم بيقوم بجهود ومفاوضات مع مصرف لبنان
انه تندفع مثل صغار المودعين على اساس سعر المصري. كانت 3900 قبل، هلا قال انه طيب. عم بيطالب ب 8000 وعم بيلاقي تجاوب. هل هيئه التشريع عم تعتبر انه نسفت هيدي الشغله؟ هيدي 1 2. بالنسبه للمواطن ما فيك تعتبري له على 1005، وين يعني بطل في طبابه. طبعا بطل في طبابه. طبعا. تعويض نهايه خدمته كيف بده ياخده؟ غير انه المؤسسات اللي هي عم تدفع الاشتراكات، طب ما المؤسسات اذا عم تدفع بالدولار لموظفينا ليه ما بدها تاخذ تدفع اشتراكاتها على اساس الريت وات ايفر ريت، بس ليه على 1005؟ غلط. بعدين في شغله تانية بالقرار اجيت انه اعتبر الزيادات، اعتبر انه المبالغ الاضافيه اللي عم تتسدد بالفراش للموظفين تحتسب باساس الاجر. وهذا شيء خطا. هذا شيء خطا. في اجتهادات 97 و98 بتقول مساعدات اجتماعيه من شانها التعويض عن انهيار العمله لا تدخل باساس الراتب، خاصه انه ارباب العمل عم بيمضون 100 ورقه للموظفين انه مؤقته وليست حق مكتسب، لا تدخل باساس الراتب. نعم. يعني ذكرتي حضرتك انه هيدا القرار في بعض المغالطات. هلا نحن اذا بدنا نرجع للواقع الحالي، معك حق، لانه الضمان الاجتماعي اليوم عم بيسدد فواتير استشفاء، مش القصه بس قصه تعويض نهايه خدمه، في فرع المرض الامومي اللي دائما عم يوقع بعجز وعم يتغطى العجز تبعه من غير خانات بما فيهم تعويض نهايه الخدمه. من هيك اللي عم تقولي صحيح انه ما فيها تبقى اشتراكات الضمان على ال 1500 مثل ما صدر عن هيئه التشريع، بس كمان اليوم اذا اليوم بدنا نروح على تحويل اشتراكات الضمان على اساس سعر الصيرفه او سعر السوق، معناتها اليوم بتعرفي حضرتك انه اشتراكات الضمان باكثريتها الساحقه تسدد من قبل الشركه، على عكس ضريبه الرواتب الاجور يلي تقطع من راتب الموظف. اشتراكات الضمان تسدد قيمه الشركات من كلها من ميزانيه الشركات. يعني هيدي رح تخلق كمان بمحل تاني عجز عند الشركات اذا اليوم بدهم يسددوا اشتراكات الضمان على اساس سعر السوق. يعني تخيل انه على راتب 10 مليون بدك تسددي تنهونها 23 مليونين و300 بالشهر اشتراكات ضمان من قبل الشركة، وهيدا أكيد رح يخلق أزمة نقدية للشركات وأزمة نقدية بالبلد لعدم كمان توفر كمان العملة الوطنية بشكل كبير بقيمتها النقدية. نعم. والضمان بعده بيقبض كمان اشتراكاته ضمن شيكات مصرفية، وبالتالي كمان هيدا الشيك المصرفي اليوم قيمته باللبنان أقل ب 30% أو أكثر من الليرة اللبنانية. نعم. النقدية. من هيك الهيئات الاقتصادية كمان رفعت لمدير عام الضمان انه بركي بتقسم فترة العمل تبع الموظف ما قبل الأزمة وما بعد الأزمة، لانه كمان اذا اليوم انا اليوم صرحت راتب اخير لأجير 20 مليون يلي هو اقل من 1000 دولار نقدي، وهي هالأجير خادم عندي 20 سنة، اليوم بدي اخد على الراتب الاخير تعويضه على 20 سنة. هلا مزبوط هو لازم ينعمل هيك ليكون التعويض له قيمه، بس كمان هالفروقات اللي بدها تدفعها الشركات منا قليله رح تكون لما نرجع كل سنين لورا وبنحسب على راتب حالي على سعر الصرف، معناتها نحن عم نرجع نعدل الاشتراكات من وقت ما دخل الموظف لعنا لهلا كلها على سعر الصرف، وهي كمان مشكله موجوده بمحلين وما رح تزبط الا ما يثبت سعر الصرف ويطلع قوانين بتنزل الدولار، يصير في تشريعات استثنائيه. نعم. يعني طلع كمان مرسوم غلاء المعيشه يلي بشكل استثنائي، وهلا الى حين تعديل الحد الادنى للاجور عطي زوده بمليون و325 الف للرواتب يلي تحت ال 4 مليون، وترك هيك مثل باب او ويندو شباك انه الرواتب يلي تفوق ال 4 مليون ليره تخضع للتفاوض بين صاحب العمل والموظف وتخضع للاتفاقات الدوليه وكل هيدا. طيب اليوم شو بنعمل نحن باللي بيقبضوا اكثر من 4 مليون؟ تطبق عليهم زياده غلاء المعيشه باي قيمه؟ وبحسب الاتفاق. نعم. هلا الوزير بيرم مشكور طلع مذكره توضيحيه لهالقرار للمرسوم، وأكد فيها على أنه رح يتطبق المرسوم بالنسبة للأربع مليون وبالنسبة لما يفوق الأربع مليون،
وانه منه متروك الخيار. يعني هو قال انه رح نتريس شوي افساحا بالمجال ليرجلجوا اوضاعهم المؤسسات والشركات، ولكن رح تطبق على اللي فوق الاربع مليون بالاتفاق بين رب العمل، يعني بما يؤمن المساواه بين الاجراء. هلا انا عندي ملاحظتين كثير مهمين على هذا مرسوم المعيشه. اول ملاحظه، قال انه بيطبق بمفعول رجعي من اول نيسان صح. في ملاحظة قانونية ما فيني ما أقولها، المرسوم ولو أنه منيح هيدا الشيء، المرسوم ما بحق له يصدر بمفعول رجعي. صحيح. يعني كوجهة نظر قانون هون في تجاوز لحد السلطة، يطبق من وقت ما بيصدر. نعم. بطلوع. نعم. ولكن بما أنه هو إجا ليحل أزمة ويزيد فايدة للناس، يعني أكيد ما بظن رح يصير فيه طعن بهيدا الموضوع. المأخذ الثاني هو مش على المرسوم بالذات، بس انه في لغط عم بيصير انه هو هيدا الغلاء المعيشي رفع الحد الادنى ل 2 مليون. هيدا شيء خاطئ، مش مزبوط تماما صحيح. وله نتائج قانونيه كتير كبيره اذا اعتبرناه حد ادنى، لانه باصول محاكمات مدنيه لما تجي بدك تحجز على راتب شخص بيقول لك نسبه معينه من الحد الادنى صحيح. ما يزيد عن ضعفاي وثلاث اضعاف الحد الادنى، يعني بيعتبر كريفرنس الحد الادنى. ما يغلطوا، هيدا منه حد أدنى جديد. حد أدنى جديد بتقرروا لجان مشتركة بين وزارة العدل، وزارة العمل باردون، وأرباب العمل، ويجب أن يعاد النظر به كلما اقتضت الحاجة. نعم. هل بيدخل غلاء المعيشة بأساس الراتب؟ يعني كمان كيف ستلزم الشركات والمؤسسات بهيدي الزيادة؟ نعم، مرسوم غلاء المعيشة بحكم نصه بالذات وبحكم القانون يدخل بأساس الراتب اللي بتصرح عنه. وكيف ستلزم المؤسسات بتطبيقه؟ أكد وزير العمل هو بنفسه عبر مستشاره القانوني الدكتور إسماعيل، كان عم مداخلة معكم بحلقة سابقة، تابعتنا كثير. أكيد بدي تابعكم. نعم. انه رح يتطبق ورح تلزم الشركات بتطبيقه تحت طائلة عدم السماح للمؤسسات بالتصريح عن معاشات اجراءها، تحت طائلة عدم السماح للمؤسسات دفع الاشتراكات، وعدم اخذ اي افادة من الضمان، وهيدا شيء بيعيق عملهم قدام السجل التجاري، يعني بوقف لهم عملهم للشركات. رح يتطبق ان شاء الله. نعم. جو، شو رأيك بهذا الموضوع؟ يعني واضح هو انه هيدا زياده غلاء المعيشه المؤقته، واضح كان بالقانون انه هي بتفوت ضمن الكسب الخاضع لاشتراكات الضمان. ولكن مثل ما قلت المادر، هي منا تعديل للحد الادنى للاجور، يعني 675,000 الحد الادنى للاجور، بعدها 675,000 ما صارت مليونين. نعم. بس الحد الادنى للكسب الخاضع للضمان، يعني الحد الادنى للراتب يلي بتصرحي للضمان مشان الضمان يستوفي الاشتراكات عليه، ما بقى في يكون اقل من مليونين ليره. من هيك صار في لغط انه صار الحد الادنى مليونين ليره، وهيدا الشيء حكيت عنه الماتر. في كتير اشياء بالقوانين مرتبطه بالحد الادنى، يعني اخذينه كرفرنس حد الادنى. يعني مثلا في بعض النقابات المهن الحرة عندها نوع من اشتراكات هي نسبة من الحد الأدنى، أو مش بس نسبة من الحد الأدنى، فيها تكون مالتيبل من الحد الأدنى، يعني خمس مرات الحد الأدنى، أو فيها تكون في بعض الجمعيات اشتراكاتها تنقول 10% من الحد الأدنى. اليوم ما فينا نحسبها بحد أدنى غير 675,000 ليكون تحدد هيدا الموضوع ونرفع الحد الأدنى للأجور بشكل رسمي. قال الوزير بيرم، قال إنه مع حفظ الألقاب، إنه قريبا رح يعاد النظر مؤقتا إلى حين يعاد النظر بالحد الأدنى. شو بالنسبة للرواتب المدفوعة بالدولار؟ يعني كمان هل رح بتفوت بغلاء المعيشة؟ أكد الوزير إنه رح تفوت بغلاء المعيشة، مع إنه في اجتهاد كمان بال 99، هذه اجتهادات ال 99 كانت قاسية وصادمة بعض الشيء. في اجتهاد بال 99 بيقول إنه غلاء المعيشة لا يطال سوى محصور بالمعاشات اللي بتتسدد بالليرة. ولكن كمان مع البراكتس، مع الاتفاقيات الدولية، الاجتهادات بيدخل بالدولار. بس هون مات نحن بأزمة أي دولار؟ يعني عم تسألوا ميرابيل، بعتقد بفكرة لازم يكون دولار نقدي صح. طيب أنا اليوم إذا عندي كذا سعر صرف أكيد، وإذا عندي موظف بيقبض 1000 دولار نقدي،
وبالنسبة للضمان الألف دولار نقدي هني مليون ونص، وأنا اليوم بدي زد له هالمليون وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف، لأنه المليون ونص هي أقل من أربعة مليون. أنا معقول زد له 833 دولار على معاشه؟ لا، يلي هو 83% من معاشه زودة غلا معيشة، لأنه إذا ما نحسب مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف على ألف وخمسة تطلع 833 أو 834 دولار إذا نعمل لرامد. هون عم يصير في لغط عند الشركات أنه نحن أي دولار، هل هي 40 دولار هيدي غلا المعيشة ولا هي 833 بس ما صارت أكثر من 80% من راتب معين؟ صحيح. فسر كمان هيدا الشيء الوزير باستشارة انعرضت عليه بالنسبة للجامعة اللبنانية عم بتوظف شركة بتقوم بأعمال. نعم. هيدا الشركة عندها نعم. موظفين طلبوا منه الموظفين انه احتساب الدولار على 6300. نعم. قال لهم هو انه انا ما فيني اقول اكتر ما طلبوا، رح اعتبره انه بيعتبر على 6300، انما اعتقادي وقناعتي بتقول انه يعتبر على صيرفة او اقله على 8000 تبعت المصاري. نعم. وضحها النقطه، وانا بلاقي انه اتس فير، يعني من وجهه نظر القانون اتس فير. بس هون كله هيدي عمليات لتسهيل عمليات تسديد ولكن نعم. منا قانونيه ولا الزاميه، يعني لا. هن لا. مطالبين ب 6300 بس، انه على اي اساس؟ ليه مش 6000؟ ليه طلبوا 6300؟ ليه 6300؟ ليه مش 6000؟ بعدين ما في ولا ريت هلا بالجمهورية اللبنانية اسمه 6300. ما بعرف كيف إذا بدنا نحسب. 1500 8000 صيرفة اللي هي 25300 بعتقد، وسوق الموازي أو سوق الفعلي يلي هو على طول أكثر شيء. عم نحكي عن غلا عن المرسوم غلا المعيشة. طيب في شركات خاصة من بعد انفجار المرفأ ومن بعد التدهور يلي صار كانت عم تعطي مساعدات اجتماعية. نعم. للأجرة أو للموظفين، يا زيادة يا فريش. نعم. بحيالة طريقة كانت. حتى في شركات صارت تعطي هاي المساعدات بسبب كمان الارتفاع الكبير بقيمة البنزين، ويلي ما كفته ال 65 ألف لأنه الارتفاع صار أكتر بنسب أعلى بوتيرة سريعة. سريعة. بوتيرة سريعة. اليوم اجت المليون و 325، في ضياع أنه أنا طيب ما أنا كل شهر كنت عم بعطي مليون ونص. صح. أو عم بعطي تنهونا مليون، هل أنا بعطي 325 ولا برجع بعطي مليون و 325 فوق المليون السابق؟ هلا هيدي المساعدات الاجتماعيه اللي انعطت قبل اقرار مرسوم الغلاء المعيشي. نعم. حسب في كذا فاكتور بيحددوا ماهيتها. اذا توقع من قبل الاجير انه هيدي مؤقته وانه هيدي مساعده اجتماعيه لا تعطيني حق مكتسب تجاه رب العمل، هيدي مفروض تحسم وقت اللي اجى غلاء المعيشه، لانه نعم. كانت مؤقته الى حين صدور نعم. غلاء المعيشه وصدر. هلا الوزير بيرم قال في ثلاث حالات اللي كان عم بيعطي مساعدة اجتماعية تحت المليون و 350 ألف تحسم وببلشوا بالجديد، إذا كان عم بيعطي فوق المليون و 350 ألف بحق مكتسب بتصير تبقى هي ذاتها، تبقى ما بيرد لورا، لا مع الزيادة. أكيد. أكيد. وقال إنه المساعدات اللي انعطت منذ أكثر من سنتين كمان تعتبر حق مكتسب. صحيح. هلا هون انا ما كتير بوافق الراي، لانه الاجتهادات بتقول تتمتع بصفه الحق المكتسب اكزاكتلي ثبات واستمراريه 3 سنين، بعد ما صاروا 3 سنين. صح. يعني حتى بضمان الاجتماعي لما بدنا نروح على الكسب يلي بيخضع لتعويض نهايه الخدمه، يعني اليوم نحن الموظف نعرف بيقبض كتير عوامل بما في يعني غير الراتب الاساسي بيقبض بنسميها باي اليمنتس، مش عم بقدر اعرفها بالعربي هلا، بيقبض لواحق او اجور اضافيه على الراتب الاساسي، منها بتفوت بتعويض نهايه الخدمه لما بعدين ما نحسب له تعويضه، ومنها ما بتفوت. يلي بيفوت هو اذا الموظف شاغل عنا اكثر من 3 سنين بدها تكون عم تنعطى بهالثلاث سنين على القليلة الإخرانية اللي اشتغل فيها وما قبل تتعتبر وسبت. صحيح. وإذا شاغل أقل من سنة بدها تكون بهيدي السنة معطية معطية له، وإلا ما بتكون حق مكتسب طبعاً. وما بتفوت بتعويض احتساب تعويض الخدمة.
من هيك يلي عم تقولي حضرتك انه ليش ليه سنتين؟ يمكن هو رجع الى ما قبل الازمه واعتبر انه كل شيء كان قديم، يعني قبل اكتوبر 2019 هيدا حق مكتسب ما منا وطلوع، مع انه صاروا اكثر من سنه. بس هيدا حمل يعني برايي على المؤسسات، حمل كبير صحيح. انه كان ممكن تفل. نعم. طيب هيك سؤال ختامي قبل ما ننهي حلقتنا اليوم بشكل عام وبمختصر اكيد، وقبل صدور القوانين، شو هي هيك الحلول اللي معقول نقدمها للناس لتقدر تنظم هيدي الازمه اللي نحن موجودين فيها؟ القوانين بدها تصدر ولازم تصدر، إذا مش قوانين يعني مستغرب مجلس النواب ليه ما عم بيرضى أبداً إنه يحيل مهمة التشريع إلى السلطة الإجرائية يلي قادرة تنظم هيدي المواضيع اليوم بمراسيم اشتراعية، بانتظار هيدا الشيء وعلى أمل يصير هيدا الشيء لأنه فعلاً الوضع ملاح. قدام اللبنانيين عدة خيارات، أول شيء العقود تصير تتحرر بالليرة. ثانيا اذا العقود بدأت تتنظم بالدولار يتحدد سعر الصرف او اقله تتحدد آلية سعر الصرف، آلية تحديده بالعقد، التراضي على تعديل العقود، التقسيم مثل ما قلنا الحل الاوسط بين الفريقين، اذا ما تراضوا يلجأوا للمحاكم. هلا المحاكم عم نشوف انه من 3 سنين لليوم وفي كذا سبب يعني بخليها ما عم تشتغل، نعم وباء كورونا والاضرابات والمساعدين القضائيين اللي كلها محقه يعني ما بدهم يلجأوا لهذا، بدهم يعني شيء اسرع. انا بصفتي الشخصيه بشجع كثير على هذا الموضوع اللي هو التحكيم. لما حكينا عن القاضي انه بينظر بالانصاف، المحكم التحكيم المطلق بنص عنه القانون اللبناني، وأنا هذا اختصاصي وبلاقيه شيء كتير مهم. التحكيم بيروحوا عند محكم بيوثقوا فيه اثنيناتهم، ممكن يكون خبير محاسبة، ممكن يكون قاضي متقاعد، بينظر لكل حالة بيحكم فيها بحسن نية طبعا وإنصاف وإعادة التوازن بالعقود. يعني يلجأوا العالم للتحكيم إذا ما قادرين، وطبيعي ما يكونوا قادرين ينطروا قرارات المحاكم. نعم. يعني نحن وصلنا لختام حلقتنا، انا بدي اتشكرك سيدة ليان، شكرا لكل هالمعلومات القيمة اللي قدمتي لنا اياها. بدي اتشكرك واتشكرك على استضافتكم لإلي، دائما بعتز بهالاستضافة فعلا وكثير برتاح. انا كمان اسمحي لي اشكرك على كل هي المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وكمان اسمحوا لي اشكر المحامي الاستاذ شكري الهوري يلي كمان ساعدنا بالأفكار والمواضيع القانونية يلي هو أكيد نحن مش واصلين لها، أكيد ملم فيها يلي ملم فيها ويلي حط هيك اللمسة تبعه لنقدر نحن نطلع بهاي الحلقة كمان ما معلومات على كمان للأستاذ ليان. شكري الخوري بوجه له تحية كبيرة عبر شاشتكم، ودايما كل المعلومات اللي بقتنع فيها يعني دايما بتكون بعد جدل انا وياه نتناقش بالامور، بوجه له تحيه كبيره. شكرا شكرا لكم مشاهدينا، شكرا للمتابعه، اكيد بنشوفكم بحلقات مقبله من شو لك وشو عليك. شكرا للمتابعه وللقاء.